معنا في الاستوديو دكتور محمد المصطفى والابراهيم النائب الاول لرئيس التنسيقيه النقابيه لعمال موريتانيا. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. بدايه، ما تقييمك العام لواقع الشغيله الموريتانيه؟ بدايه اهنئ الشغيله الوطنيه بمناسبه هذا العيد، عيد الوطن، العيد الدولي للعمال، واترحم على ارواح الشغيله الوطنيه الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن قضايا العادله للعمال. واقع الشغيلة الوطنية في بلادنا واقع قطعا يحتاج إلى الكثير من الالتفات من طرف الحكومة وكذلك أرباب العمل. هناك مطالب، عرائض مطلبية مودعة لدى وزارة الوظيفة العمومية والعمل وأسرة الإدارة، يعني ملحة، يجب على الحكومة أن تلتفت إلى هذه العرائض وتعطيها اهتماما كبيرا من أجل حلحالتها. نعم، لكن ما أبرز المطالب الملحة التي تحدثت عنها التي نحن في التنسيق وهي تخلد هذه الذكرى؟ نحن في التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا التي تتكون من 17 مركزية عمالية خلدنا هذا العام تحت شعار وحدة العمل النقابي ضمان لتحقيق مطالب الشغيلة، إيمانا منا بأن التشرذم النقابي قد يقف حجر عثر أمام كافة العرائض المطلبية المودعة. ولهذا أهم مطلب بالنسبة لنا هو تنظيم الحقل النقابي وتحديد من حقه أن يمثل العمال، وذلك بالتطبيق استصدار المقررات التي تطبق المرسوم 156/2014 الذي ينظم العملية النقابية ويحدد من هي النقابات الأكثر تنزيل في البلاد. نعم، معظم النقابات تركز على المطلب المتعلق بالتمثيل النقابي وتتهم السلطات بالمماطلة إزاء المقررات المتعلقة به، كيف ترى ذلك؟ لا، هو الحقيقة حتى نكون موضوعيين وعادلين، القضية لا تتعلق بالسلطات بقدر ما تتعلق بالنقابيين. نحن كنقابيين مختلفين بالطرق التي يجب أن تتم في هذه المقررات، وكذلك البعض منا يعني حقيقة غير جاد في تطبيق تحديد النقابات الأكثر تمثيل في البلاد. لا أدري الأسباب وراء ذلك. ما يمكن أن أجزم به أن التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا حقيقة تأخذ ملف التمثيلية بشكل جدي من أجل تحديد النقابات التي يحق لها أن تتكلم باسم العمال. الحقيقة هناك يعني مسؤولية كبيرة علينا كعمال لدفع الحكومة إذا كانت هناك أي تعثر، ولا أتوقع أن هناك تعثرا لأن الكرة الآن هي في مرمى المركزيات النقابية. نعم، تعدد النقابات العمالية بموريتانيا إلى أي حد أسهم في تشرذم وعدم التوحد بخصوص قضايا العمال؟ هو هذا مربط الفرس حقيقة في العملية في الحركة النقابية الموريتانية. المشكلة مشكلة التشرذم النقابي الذي أضاع حقوق العمال وولد الكثير من المركزيات العمالية التي ليست لها بعدا قواعديا منطلقا من القواعد العمالية. نحن كنقابيين نطالب حقيقة بتنظيم هذا الحقل وتنظيفه من الناس اللي تتواجد فيه ولديها هيئات، وهي هيئات ليس لها أي بعد عمالي في الساحة. العرائض المطلبية لنقابات العمال تتشابه، إلى ما يؤشر ذلك؟ بطبيعة الحال يعني العامل ما يهمه هو تحسين ظروفه المادية والمعنوية، التحسين من وضعه المهني من ناحية ظروف عمله. بطبيعة الحال ستتشابه هذه المطالب. من أهم الآن ما يهم العاملين في الدولة على الأقل أقول في القطاع العام هو ما يخص تطبيق نظام الأسلاك المهنية، لأن يعني هناك عدة أسلاك مهنية كأسلاك التعليم وأسلاك التعليم العالي وكذلك أسلاك التعليم الثانوي والأساسي، تحتاج إلى أن تطبق هذه الأسلاك المهنية. نعم، بالإضافة إلى الكثير من الحقيقة الملفات العالقة التي يجب أن تجد طريقا للحل. نعم، دكتور محمد المصطفى والإبراهيم النائب الأول لرئيس التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا، شكرا جزيلا لك.